من القدس المحتلة ينضم إلينا ديمتري دلياني المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. أهلا بك سيد ديمتري. بداية، ما تعقيبك على تصريحات القيادي الفلسطيني محمد دحلان؟ الأخ القائد محمد دحلان، هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها هذا الكلام وهذا الموقف. هذا الموقف الواضح المتكرر الذي يجسد نفسه عمليا على أرض قطاع غزة اليوم من ناحية خدمة أبناء شعبنا والمساهمة من خلال المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صمود أهلنا والتخفيف قدر الإمكان من المآسي التي تحدثها حرب الإبادة الإسرائيلية، وأن الهم الأول والأخير الذي يقوم به الذي يحاول أن يتعامل معه الأخ القائد محمد دحلان وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح هو خلق الأجواء الضاغطة من أجل وقف حرب الإبادة. هذه هي الأولوية الأولى، والحديث عن أي شيء في اليوم التالي لحرب الإبادة يجب أن يكون في إطار توافق وطني، يكون في إطار أيضا زمني يضمن انتخابات فلسطينية شفافة ديمقراطية يستطيع الشعب الفلسطيني الذي سلب من حقه الطبيعي والمنصوص عليه بالقانون الفلسطيني أن يحدد بوصلة نضاله ويختار قيادته، وأن تتجسد هذه الانتخابات يتجسد عنها قيادة ذات شرعية تنهي الانقسام بحكم الأمر الواقع طبعا، وتخوض وتقود المشوار نحو التحرير والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية. هذا ما قاله، هذا ما يقوله، هذا ما يفعله، هذا ما فعله، ولا شيء جديد. الجديد في الموضوع هو أن وول ستريت جورنال كصحيفة كبيرة اختارت أسلوب الإثارة الذي لا يليق بها فعليا، وهي لديها هذه الإجابات منذ أكثر من أسبوع أو أكثر من 10 أيام حتى، وقمنا بالرد عليهم كتابيا بما مضمون بيان الأخ القائد محمد دحلان، لكنها اختارت أن تتجاوز وأن تتغاضى عن هذه الإجابات المكتوبة وأن تتجه بأسلوب إثارة. طيب ما الهدف من ذلك؟ ما الذي تهدف إليه؟ ما الذي تهدف إليه هذه وسائل إعلام هذه أو حتى وسائل إعلام الإسرائيلية من نشر معلومات مضللة يعني تخص القيادي محمد دحلان ودوره في قطاع غزة كما تزعم؟ لا شك بأن مرض الدحلانوفوبيا هو يصيب الاحتلال الإسرائيلي، يصيب الطبقات المستفيدة من الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية أيضا، أي أن الذين يتشاركون في المصلحة من خلال إبقاء الوضع القائم كما هو وطمس حقوق الشعب الفلسطيني سواء إذا كانوا إسرائيليين أو يحملون مناصب فلسطينية لديهم مرض اسمه دحلانوفوبيا، ولا يريدون لتيار الإصلاح الديمقراطي أن يقوم بعمله بل يشوشون عليه، لأنه في نهاية المطاف نحن لسنا بطامعين بأي منصب. نحن كان لدينا المناصب وتخلينا عنها من أجل خدمة القضية ورفضنا أن نكون جزءا من هذه المشاريع، فيأتون علينا باتهامات بهدف التشويش فقط لا غير. الول ستريت جورنال بشكل واضح وبحكم من قرأ التقرير يعتمد بالأساس على مصادر إسرائيلية أهدافها واضحة، فالذي يبيد شعبنا في قطاع غزة نفسها هي الجهة التي وفرت للول ستريت جورنال التوجه في هذا التقرير، والول ستريت جورنال والصحفيين بعضهم نحترمهم كثيرا ولهم المصداقية، لكن هذا التقرير تشارك به أكثر من شخص وتحريره تم في الولايات المتحدة ولم يتم بفلسطين نهائيا، وصاحب القرار والنشر الأديتور الموجود في الولايات المتحدة قرر أن يختار طريقا غير مهنية طريقا. طيب هل من دلالات للتوقيت هنا؟ يعني كما تفضلت القيادي محمد دحلان ليست هذه أول مرة التي يدلي بها بهذه التصريحات وينفي هذا، يعني ما يتم نشره من أخبار تضليلية وتشويهات، يعني
الآن كان هناك ذلك الاجتماع للفصائل الفلسطينية في بكين وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن وخطابه وحديثه عن ما يريدونه لإدارة غزة مستقبلا. يعني هل ترى أن هناك أيضا دلالات لتوقيت نشر مثل هذه المعلومات؟ بالتأكيد هناك دلالات، ليس فقط في نشر وول ستريت جورنال. وول ستريت جورنال هي صحيفة تجارية تريد أن تتربح من خلال الإدارة، هذا أمر واضح، وواضح جدا بأن المحرر المسؤول الموجود في واشنطن عليه تأثيرات صهيونية، تأثيرات كبيرة أدت لتجنب الوجهة النظر الفلسطينية التي بثها تيار الإصلاح الديمقراطي والتغاضي عنها وتبني الرواية الإسرائيلية التشويهية بهدف الإثارة والانتشار. هذا واحد. لكن ما حصل بعد ذلك من إعادة تدوير وأخذ مقتطفات من هذا التقرير هو صادر عن جهات كما ذكرتي لم يسمع لهم أحد صوتاً، وتبين عدم يعني وجود أثر لهم في الساحة السياسية الفلسطينية وفي الساحة الميدانية في قطاع غزة، لذلك اختاروا أن يعيدوا تدوير هذه القصة التقرير المشوه أصلاً بطريقة أكثر تشويهاً لخدمة أنفسهم، لأنهم لا يستطيعوا أن يلعبوا دوراً حاسماً أو فعالاً كما يدعونه على الساحة وخاصة في قطاع غزة، فبدل من ذلك يشوهون الآخرين. هذا الأسلوب هو أسلوب يعكس ضعف ويعكس يعني هوان ويعكس قلة حيلة، ونحن في نهاية المطاف هدفنا الأول والأخير هو وقف هذه الحرب والتركيز على تعزيز صمود أهلنا، وهذا كل ما نهتم به. حتى قضية النفي، الأخ القائد محمد دحلان أصدر يعني عدة أسطر على صفحته بالأكس أثارت من الاهتمام الإعلامي أكثر من البيانات التي صدرت عن يعني من المفترض أن تكون أحداثا كبيرة، وهذا يدل ويعكس الوزن السياسي للأخ محمد دحلان، بالرغم من أنه ليس لا يطمع في أي وظيفة أو منصب كما قال هو إداريا أو تنفيذيا أو سياسيا أو أمنيا، كما أن التيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده والذي يرأسه هو يعني منهمك في القضايا التي لها علاقة بخدمة الناس وخدمة القضية الفلسطينية، وأقسم أن ليس لدينا وقت حتى أن نتعامل مع مثل هذه الأمور نهائيا. صحيح صحيح. نعود إلى قطاع غزة، كيف ترون ردود فعل الفلسطينيين على الدور الذي يقوم به القيادي محمد دحلان، أقصد هنا في المجال الإغاثي وأيضا إدخال المساعدات منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني الدور الذي يلعبه إغاثيا القيادي محمد دحلان في إغاثة شعبه وإخوانه في غزة، الدعم على مستويات أخرى والجهود التي يقوم بها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأيضا الدعم الإماراتي في ذلك. بالتأكيد أن هناك أرقام تتحدث ولا داعي للآراء أو الانطباعات أو التأثر بالموجات أو الحملات الإعلامية من هنا وهناك، وخاصة من جهات تحاول الاستثمار في القضية الفلسطينية والاستثمار بدماء شهدائنا وأطفالنا. لذلك الأرقام واضحة، أكبر دولة تساهم وتساعد وتساند الشعب الفلسطيني من حيث المبالغ والحملات وحجم المساعدات هي بلا منازع دولة الإمارات العربية المتحدة، تتلوها طبعا المملكة العربية السعودية، وبعدها تأتي تركيا، ومن ثم يأتي الدول الأخرى. هذا واضح وبالأرقام، وهذا ليس رأي، وأيضا مثبت بأن هذه المساعدات تأتي من خلال الأخ القائد محمد دحلان، فالأرقام تتحدث. وأنا لست هنا من أجل أن أقول من الذي يقوم بماذا. الشارع في قطاع غزة يشعر بمن يعمل بجد من أجل أن يقدم الخدمات ولا يتوقع مقابل، بل أكثر من ذلك يعلم مرارا وتكرارا أن ليس لديه أي اهتمام. يعني أكيد منصف. وذلك ما تستغله وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا الدعم الإغاثي يقوم به القيادي محمد دحلان طامعا في أي مركز سياسي أو دور قيادي في المرحلة القادمة للقطاع، وذلك كان هو لب سؤالي عن الدور الإغاثي.
الدور الإغاثي هو دور صادق لأنه لا غير مرتبط نهائيا بأي جوانب سياسية، بدليل أن الأخ القائد محمد دحلان قال مرارا وتكرارا أنه غير مهتم بأي منصب سياسي أو أمني أو كذا، وليس فقط الأخ محمد قائد محمد دحلان، نحن نتحدث عن تيار الإصلاح الديمقراطي المشكل من تقريبا نصف أعضاء المجلس التشريعي من حركة فتح، مشكل من عشرات من أعضاء المجلس الثوري المنتخبين، جنرالات في الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الفلسطيني، هذا هو التيار الذي يقوده محمد دحلان، وجميعهم جميعنا تركنا مناصبنا وامتيازاتنا وركلناها من أجل خدمة شعب، لأننا وجدنا بأن التوجه الذي تذهب به السلطة لا يخدم القضية الفلسطينية، فتخلينا عن كل هذه الامتيازات والمناصب المنتخبة، نحن منتخبين في هذا، تخلينا عنها من أجل أن نخدم شعبنا، لذلك خدمتنا لشعبنا تحمل مصداقية، لأننا لا نسعى لمنصب قد تخلينا عنه، نحن نسعى وتخلينا عن المناصب لنسعى لخدمة الناس، وهذا الأمر يشعر به المواطن الفلسطيني، لأن المواطن الفلسطيني ذكي، المواطن الفلسطيني لا يمكن خداعه بالمساعدات، ويعلم من ترك منصبه ليخدمه مقابل من يخدمه من أجل المنصب، وهذا هو الفارق، لذلك حتى هذا الخبر وهذا التقرير الذي صدر بالرغم من كل ما تشوبه من شوائب ومن إشاعات وإشاعات مغرضة وإشاعات تشويهية، إلا أنه لاقى ترحاب من الناس، من ناس لم نتوقع أنهم يوما ما يرحبون بذلك، بالرغم من أن هذا الأمر هو غير صحيح وتشويهي، إلا أن أهلنا في قطاع غزة وصلوا مرحلة من اليأس التي لا يرون فيها أملا في المستقبل إلا من خلال من يخدمهم بصدق وليس طامعا بمنصب سياسي، ويقدم لهم ما يستطيع أن يقدمه، ولا يمكن أنه يأتي بهذه الأموال، بل ويشكر دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مناسبة على ما تقدمه، ونحن نشكر ليس فقط دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من يقدم ولو دولارا واحدا ولو رغيف خبز ولو أي شيء لفلسطين ولو بالكلمة الطيبة والتمني وحتى الصلاة من أجل قطاع غزة، نحن نقدم الشكر لكل الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفي المقدمة الدولة التي تقدم الأكثر لقطاع غزة وهي بالأرقام دولة الإمارات العربية المتحدة بلا منازع. أشكرك جزيل الشكر سيد ديمتري دليانيا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على كل ما تفضلت به.